انا مش فاهم في ايه، هو مبقاش في حد يخرج لوحده؟ هفتح الابلكيشن تاني كده. فين؟ ازيك وليد 2000، ايه التقدي؟ انت طلعت احلى من صور بكتير. ده كتير والله. هناخد الاكل ده تيك اواي ونظبطه في اي حته، بس انا نفسي اسوق. ظبطتها دي اللي ايه ده، انت مالكش في كايرو؟ تيجي نطلع الجونه؟ انت ليه فراقه كده؟ ما تهدي شويه، هدي الدنيا. وربنا انت لو جيتي لي من 5 سنين انا كنت واخد الطريق ده ايه، موقف رايح جاي، لكن انا دلوقتي داهن ظهري وضهري ايه، في ظهري سخن مش قادر اقوم والله العظيم من مكاني. لا انا مش عايز خيبه. يبقى الخيبه دي بقى، لا احنا كبرنا بقى على الكلام ده. ايه الفرط الحركه ده؟ انا ممكن اعمل معاك اوبشن حلو، انا هطلع هنا اشد كرسي وانت لف المول مرتين ثلاثه براحتك، هتيجي تلاقيني قاعد. هو في ايه؟ هو انت طالع معاش ولا ايه؟ لا انت بالشغل بتاعك ده لازم تقلبي رايح. ياه المتأني الراسي، شويه ماتشة بقى عشان ايه؟ عشان الزهد بقى والسكون. لا مش عايز. مش عايز ايه؟ انا فهمت دماغك، انت عايز ربع رومي بطارخ 10 ترغيف فينو بسمسم وزيت الصوبيا ساعه ونقعد نتفرج على التلفزيون. بس يا حماده عيب، بس يا مين اخوك كبير، بس عيب عيب. ولا تكتب دي عشيه قوي. مو خالتك بتاعي. ماما مين دول؟ ولا دي؟ ناس طويلة. ليه ده ايه ده؟ ايه العيال دي الزن ده؟ ايه العلاقات دي؟ ما قلتليش انت مخلفة. ما كانش في فرصة. فرصة ايه؟ ده انت بتقولي مغير الجزار بتاعك 3 مرات عشان لحمته بتغض في الروب. بيلمش. يا البرفانات الحلوة. ازاي شنو كده؟ مين ده؟ حتى نفس الصوت. مين ده؟ هشام الاكس. عملت حاجة؟ انا اجيب لك ايس كريم وبشوف فوق. حتى نفس التحكم والانانية. التحكم بتوع مين؟ التحكم بتوع انهي تحكم؟ الاكس. انت بتشيليني هم ليه؟ انا مالي ومال الاكس؟ يعني نازله اترزق؟ يعني ينفع تجيبي سيره راجل وانا قاعد؟ بص هو بصراحه عايز رجاله، بس انا مش عايزه، ما عايزه يعني فاهم؟ طب انا نازل احل مشاكل رجاله غيري ولا ايه؟ يا جاي استشاره ولا ايه؟ انت قاعد بتسمع حكايه مع الراجل تاني وانت لا تدفع الشيك؟ ده ايه الكارب ده؟ هتقعد بقى تقول لنا ايه علاقه اخرها معايا 6 ساعات وده حاطه صورته على التابلو بتاع العربيه؟ طب اديني التليفون كده بتاعك. اسمه ايه؟ هشام. انت لسه مكلم اهو. بقول لك يا اتش ما ترجعوا لبعض يا والله يبارك لك، مش هي نازله ترازي في الدنيا كلها، وبتنزل بقى تعمل ديت وبندفع احنا الشيكات وبننزل نعالج وشغلنا طيب، فرجعوا لبعض يا اتش الله يبارك لك. يلا. بس انت اتاخرت، انت جايه من العب بتاع زايد ولا انت قاعد هنا؟ انا التجمع. ده الكوميونيتي واحده، كنت قاعد 4 ايام 3 ليالي في ووتر واي، فطار غدا عشاء ايه؟ مشاريب كله ببلاش، اقامه فندقيه. هو مش ووتر واي ده بتاع كافيهات؟ لا ده كان بتاع كافيهات. ده انت عامله تاتو فراشه؟ اه. عشان بتجيب الرزق؟ عايز اقول لك ان ده واحد هنا بس، واحد هنا. ده بيرمننت؟ بص على حسب الاستخدام، بس ده النوع الغالي اللي هو بص لو عملت كده بتشيل. وايه اللي انت بتقوله ده؟ رايح فين؟ البت دي مش من التجمع، البت دي من عين شمس. ايه ده؟ انت بتيجي تياكي؟ ده انا بحب الجيلاتي بتاعه قوي. الجيلاتي ايه؟ الكلمه دي انتهت من 86، بس ما يشغلكيش انت، بحب الناس الطيبه من جوه، العفويين العشوائيين الحقيقيين. في ايه؟ هو طاجن تورلي؟ ايه ليه التسول ده؟ هات لي الستة لامه واخواتي. ستة ايه اللي اطلبهم لك؟ ده ايس كريم لو خرج من هنا يسيح، واي بادجت اي شيك عالي وخلاص. انت ايه جاي على انتاج ولا ايه؟ انا بحبه قوي. بقول لك ايه؟ انا العشوائيه مش وقتها والله. طيري.